بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد المقدمة التي ذكرناها في الفيديو السابق، الآن نبدأ إن شاء الله على بركة الله إعادة، لأنه كما قلت لكم حذفت للأسف الفيديوهات السابقة للتجربة التي استمرت عدة شهور، وأنا مضطر أنه أعيد التجربة من جديد، وستأخذ وقت طويل أيضا، وستكون على شكل أجزاء. سبحان الله، هاي المرة الوحيدة التي يعني ما عملتها على شكل أجزاء تندمت. على الأقل لو كنت رفعتها على أجزاء كان ما فقدت بعض الأجزاء، أفقد الجزء الأخير فقط، لكن أنا ما رفعت ولا جزء، قلت أكمل الموضوع وأعمل أجزاء، فكان هذا خطأ. إن شاء الله ستكون هذه الدورة التجريبية على شكل أجزاء. نحن نتكلم عن البكتيريا النافعة التي تستخدم بشريا والحيوانات وللنبات، وهي مسألة شاملة، وذكرنا الفوائد الأساسية لهذه التجربة في المقدمة في الفيديو السابق. أنا يعني سأستعمل تقريبا 4 منتجات. المنتج الأول عليه فيديوهات، هذا المنتج اللي هو لاكتوباسيلس، اللي هو يعطي لاكتيك أسيد، هذا مشروح في أكثر من فيديو في السابق. عندي هذا أيضا نوع، المشكلة أعتقد الكاميرا الموبايل ما راح تبين. هذه منتجات، لاحظوا هذه، هنا المكونات، هنا نوعين رئيسيين من اللاكتوباسيلس، أنواع، وكل نوع له وظائفه. وعندي النوع الرابع، هذا أكثر شمولية، هذا طبعا كلها من الصيدلية، يعني أحد الأصدقاء دكتور صيدلاني، وفرح كثيرا عندما حدثته أنني أعمل تجارب على هاي المكونات. تلاحظون أنه تقريبا 19 مكونات. هذا يحتوي على الفايبر، الفايبر يعني الألياف، اللي هي مهمة جدا وسنستعملها الحقيقة. راح نستعمل، أنا استعملت هنا نخالة الحنطة، نخالة الحنطة اللي نستعملها في الخبز، هذه هي النخالة اللي هي تحتوي على نسبة عالية من الألياف المفيدة جدا. هذه أثناء التجربة، أنا أعطيكم مقدمات عن التجربة. الآن المرحلة الأولى اللي راح نستعمل فيها، في المرحلة الأولى راح نستعمل بعض، ممكن استخدام بعض الحبوب، هذه أيضا، هاي راح نستعمل الآن الرز، لأن أنسب شيء لللاكتيك أسيد اللاكتوباسيلس اللي الأولية هي تكون استعمال الرز، يعني أي رز كان ممكن استعماله هكذا، وأنا لا، أنا راح أطحنه، يعني راح أستعمله كطحين. المشكلة فيها توابل، لازم أنظف التوابل اللي في المطحنة. راح أطحنه طحن خفيف، ممكن أن نضع أيضا قليل من الشعير، قليل من الحنطة يعني، لكن أيضا لا بأس أنه نكتفي بالرز، والرز طبعا متوفر، ليس طحنا بمعنى الطحن، وإنما هو تكسير فقط حتى يساعدنا. وإذا أردنا أن نستعمل بدون تكسير أيضا ما في مشكلة. هاي راح استعمل طحن خفيف، يعني هذا تكسير وليس طحن بمعنى الطحن، يعني مجرد تكسير خفيف، هذا يكفي. ممكن استعمال كمية أكثر من هذا مثلا، حسب الكمية المطلوبة، نحتاج كمية صغيرة، سنتابع إن شاء الله الخطوات. أنا عندي الآن هذا، ممكن أنه أستعمل هذا، لو نلاحظ الشعير والرز، سنقوم بطحنه. ماء ساخن،
ماء ساخن مغلي ثم أبرده، ويفضل أن يكون خالي من الكلور جهد الإمكان. ممكن إذا ما عندنا خالي من الكلور نضع الماء لفترة يومين أو ثلاثة أيام في إناء يفضل أن يكون عريض حتى يتبخر منه أكبر كمية من الكلور، وراح يكون عندنا أيضا فلور موجود. المهم بالغلي أيضا ممكن يساعد بعض الشيء. ثم بعدين نضعه على هذا ماء الرز كما سنتابع في الخطوات اللاحقة. أنا أيضا يطيب لي أن أرحب معي ضيف كريم، أستاذنا وشيخنا أبو عباس، حياك الله. أيضا هو التجربة السابقة اللي قلت لكم أنا فقدت المقاطع فيها استعملناها وجربناها، هو عنده حقل دواجن خاصة سمان. والآن نحن في طور التجربة، بعد ما ظهرت النتائج الجديدة هو سيقوم نقوم بتجربة هذه على الدواجن اللي عنده تغذية ووقاية وتنشيطا ونحو ذلك. يعني استعملنا عملنا عدة أنواع. أيضا هو سيكون معي على فكرة، طبعا صديقي العزيز هو من يعني المقرب، أيضا هو متخصص في القراءات. كم قراءة عندك يا شيخ؟ ما شاء الله متخصص في القراءات العشر بالإجازة طبعا. نعم. وهو جيراني في نفس المنطقة، في منطقتنا تكريت. أيضا ممكن أن نحب أن تتعرفوا عليه، وإذا كان عندكم أسئلة أو أشياء. ما أدري عندك قناة شيخ؟ والله عندي قناة لكنه لحد الآن ما مفعلها، فقط عملت حلقات عن القاعدة النورانية منشورة على الفيسبوك. نعم على قناتي في الفيسبوك، على الصفحة الرئيسية. نعم. شنو العنوان اللي القاعدة النورانية؟ العنوان الفيسبوك يعني باسم خادم القرآن الكريم زين العابدين أحمد عيسى. هذا نعم صورة المدينة المنورة موجود بيه إن شاء الله. وعندك باليوتيوب قناة بس بعدك ما فعلها؟ نعم. يعني لا موجود بس لكن ما منزل بيه مقاطع، فقط نزلت مقاطع بعدين يعني ما معتمدها. لا والله انا اشجعك ان تعتمد على قناة اليوتيوب، علي اقبال اكثر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الخير خير، يعني نحن نصطاد الفرص. ننتقل ان شاء الله الى المرحلة القادمة البسيطة. انا عندي استعمل الكحول بالتطهير بعد ان نشفته، ممكن اضعها في الشمس لكن احتياطا انا اضع كحول على الحواف ايضا وعلى الغلاف. انتظر شوي، ممكن اغلق اتركها 10 دقائق مثلا ثم افتحها بعد 10 دقائق. الان بعد ما انتهت الرائحة انا ممكن انه اتي بماء، هذا ماء من الفلتر الكهربائي، لان هذا الفلتر الكهربائي يعني ينقي من الكلور والفلور والمواد الاخرى. ممكن ان اغليه واتركه يبرد بعدين استعمل. انا ما احتاج كمية كبيرة، أخلطه هكذا وأتركه مثلا ربع ساعة نصف ساعة حتى يتحلل كمية أكبر من النشا بالماء، طبعا يكون معلق وليس ذائب. هنا اختصرنا كمية الرز لأنه طحناه أو كسرناه تكسير، يعني طحن خشن. يعني إذا استعملنا الرز فقط راح نستعمل كمية أكبر حتى يعطينا نشا كافي، نستعمل كمية أكبر من الرز وبعدين نأخذ الماء. ممكن الرز نستعمله بالطبخ، لكن أنا اختصارا للكمية أخذت كمية صغيرة وقمت بتكسيرها، يعني طحنها طحنا خشنا، وعند ذلك راح أحصل على كمية جيدة من النشا. الآن ممكن هذا أستعمله كما هو، وممكن أن أنقيه يعني الخشن أطلعه الرواسب وأستعمل الماء فقط كما هي الطريقة المتبعة، وهذا ما سنفعله الآن. ما راح أستعمل كمية كبيرة لأن نحن نحتاج كمية صغيرة. أنا عندي سأستعمل الشاش أول شيء، راح أفرغ فيها فأيضا أعقمها بالكحول وأنتظرها تنشف، وسأستعمل الشاش. أنا غليته بالغلاية، غليته على النار طبعا، الآن هي حارة ساخنة جدا. أنا قمت بغسلها بالصابون وتنقيتها ثم بعدين للتأكيد عقمتها، طبعا حارة جدا كما تشاهدون، حارة يتصاعد منها البخار.
الآن نشفتها من الماء، راح أفرغ أخلطها هكذا ثم أفرغها هنا. أتركها إلى أن يترشح، وهذا أتخلص منه أغسلها وأعقمها من جديد. يمكن أنه ما يعني أصفي، ما أقوم بتصفيته، يعني هذه المرحلة ما أقوم بالتصفية وأتركه كما هو، يعني الرز ما أنقيه، وبعدين بالمرحلة القادمة بعد أن تمر مرحلة التخمر أقوم بالتصفية أيضا ممكن. فأنت بالخيار، يعني أنا أكتفي لأن عندي كمية نشا جيدة. أنا قمت هذه قمت بغسلها وأيضا سأعقمها. دائما أنا عندما أعقم أضع الكحول وأغلق وأترك 10 دقائق مثلا بالداخل، ثم أقوم بفتحها وأجعل الكحول يتبخر. الآن أتركه شوية يتبخر، إلى أن تذهب الرائحة. أنا عندي هذا الماء خلاص، انتهى الكحول عندي. لاحظوا أنا استعملت كمية صغيرة لأنه ما أحتاج كمية كبيرة، ممكن أن تضاعف الكمية لكن أنا أكتفي بهذه الكمية. هذا لاحظوا الماء هو شوي فيه نوع من النشا، أعتقد هذا يكفي، يعني هذه الكمية من النشا بالنسبة لي تعتبر كافية يعني. طيب الآن الحرارة طبعا معتدلة، يعني حرارة الماء تكون 30-40، يعني ما تتجاوز. عندي الآن سأستخدم هذه البكتيريا. لاحظوا أخواني أنا سأستخدم هذه هذا المنتج اللي هو الأحياء المجهرية الموجودة على شكل كبسول. إيدي نظيفة معقمة، وسأستعمل أفتح أخذ الباودر الموجود وضعته هنا، أتخلص من الجيلاتين وأقوم بالخلط وأتأكد أن الغلاف معقم. أعقمه أيضا للتأكيد وأترك شوي ينشف، أتأكد من أنه معقم. يتبخر الكحول، ما أتنفس هنا، يعني أحاول أنه إذا كان عندي فترة يعني أريد أشتغل فترة أغطيه، يعني ما أخلي الهواء حتى لا يكون هنالك مصدر خارجي. خلاص الآن سأقوم بالإغلاق. أنا بطبيعتي يعني طريقتي أنه أحكم الإغلاق لفترة يوم أو 3 أيام، يعني الإغلاق محكم، ثم في اليوم الثالث أو الرابع شوي هكذا، يعني هذا هو المحكم، أنا شوي أرخي هكذا. التفاصيل موجودة في شرحناها سابقا في فيديوهات اللاكتيك أسيد، شرحناها مفصلا، ولهذا لا أتوسع هنا، لا أريد أن أتوسع. اللي يريد التفاصيل الأكثر يرجع إلى فيديوهات اللاكتيك أسيد، أكثر من فيديو شرحت فيها استعمال اللاكتيك أسيد. أنا أيضا عندي رأي أنه الآن بعد أن طحنت الرز، أنا رأيي الشخصي أنه أستعمل النخالة أيضا، أطحنها طحن ناعم جدا وأغربلها بالغربال وأخذ كمية قليلة أضعها هنا، أو أنه أنا ماذا أفعل أنه بالمستقبل بالمراحل اللاحقة أستعمل هذه الطريقة، لكن الآن أنا أريد أن أضيف هذه الإضافة الآن. يعني سنحتاج لهذه الكمية، نحتاج القليل، ما راح نحتاج كثير، يعني راح نحتاج القليل من النخالة، يعني مثلا هذه النخالة كافية، لكن إيش أقوم بطحنها طحنا جيدا هذه المرة.
الكمية الصغيرة بالطاحونة يعني ما تطحن بشكل جيد، كل ما كانت الكمية شوي أكثر تكون أفضل الطحن يعني. ما لاحظوا لأن الكمية صغيرة ما قامت الطاحونة بعملها بشكل جيد، ولهذا راح أضع كمية أخرى، أضع كمية كبيرة ثم بعدين أخذ منها قليلا. لماذا؟ لأنه الطاحونة ما تطحن بشكل جيد غالبا، يعني أكثر الطواحين ما تطحن بشكل جيد إذا كان الشيء اللي نريد طحنه كميته صغيرة. طبعا النخالة تحتاج طحن أكثر من الرز يعني أضعاف الوقت، ومثل ما قلنا يعني تستطيع أن تكتفي بماء الرز، لكن أنا أفضل أن أضيف هذه الإضافة لأنه عندنا هنا في هذا المنتج أنواع من البكتيريات من فصيلة اللاكتوباسيلس، هنالك أنواع تحب محبة للألياف اللي هي تكون سليلوز عالي، اللي هي تكون صعبة الهضم أو صعبة التحلل، هي تحتاجها في التكاثر يعني، ولهذا أيضا نضيفها أفضل يعني. الآن أنا عندي صار تقريبا يعني لا بأس بالطحن، لا بأس، وسأخذ الناعم فقط ما عندي حجم كبير، هذا يكفي يعني. الآن راح يخرج فقط الناعم، سأستعمل مرة أخرى إلى أن أحصل على كمية لا بأس بها وأعد لكم. هذه طحنتها من جديد، الآن طبعاً يوجد شيء ينزل، يعني الآن عندما أنخل هكذا يوجد مثل الغبار ناعم ينزل، كمية قليلة من هذا تكفي. جيد، هذه الكمية كافية، نلاحظ أنه تغير اللون، لأنه طبعا هذا راح يترسب لكن لا بأس. الآن أنا عندي كل شيء جيد، هذا كما قلنا أغلقه، هذه الإضافة الأخيرة اختيارية وتفضل إضافة النخالة يعني. الآن أنا محكم الإغلاق، أضعها في مكان دافئ ومظلم أو أغلفها بكيس أسود وأتركها يومين أو 3 أيام، ثم بعد ذلك شوي أعمل لها هذا. إن شاء الله نلتقي بكم بعد يومين أو 3 أيام. السلام عليكم ورحمة الله. الآن لو أردنا أن نتابع العملية نجد أنه طبقة رقيقة، فأنا عندي يعني المتوقع أو المطلوب أن تكون هناك طبقات، يعني 3 طبقات، طبقة علوية ووسط وطبقة سفلية، ثم أخذ الطبقة الوسطى. بما أنه السمك صغير ما راح أستطيع التحكم بالطبقات، ولهذا كان يفضل أيضا، هذه ملاحظة تضاف، أن هذه العملية الأولى اللي نعملها أن تكون هذه العملية دائما أن تكون في يعني إناء رفيع وطويل مثل هذا مثلا أو أقل. فنحن الآن أنا راح أغسل هاي وأعقمها ونشفها وأضع هذا المحلول هنا وأجري عليه الانتظار. بعد التعقيم الجيد والتجفيف حولناه هنا، الآن راح تكون الطبقات أسهل المسافة، يعني عندما تكون طبقة هنا طبقة هنا وهذه طبقة، يكون سحب الطبقة الوسطى يكون أسهل. تحتاج أعتقد يومين تقريبا، ونرى إن شاء الله نتابع.